لم تطوى بعد قضية الإبادة في رواندا رغم مرور 3 عقود تقريبا. هو السؤال ذاته يتجدد كل عام، إلى أي مدى تورطت فرنسا في تلك المذابح؟ المستجد هو برقية دبلوماسية تؤمن عبر قنوات غير مباشرة طريق مغادرة الجنات، وتلك من مخلفات أرشيف فرنسا تفضح جانبا من خفايا نفوذها في القارة السمراء. لم تكتفي بحقبتها الاستعمارية البغيضة فرنسا وبتاريخها المظلم في اضطهاد الشعوب ونهب ثرواتها، بل تستمر في عقليتها الاستعمارية بنحو أكثر تطورا يتلائم مع طبيعة النظام الدولي وهامش التدخلات في الدول. لا يقتصر الأمر على الفرنسيين، فالتاريخ الأوروبي الغربي الاستعماري عموما شاهد على مجازر ومذابح بشعة يقر بها الغربيون أنفسهم لا تبدأ بإبادة الهنود الحمر السكان الأصليين للأمريكيتين، ولا تنتهي بتدمير العراق وأفغانستان. قد يبدو الأمر أخف مما كان عليه قبل عقد، لكن آلة القتل الغربية مستمرة بأدوات محلية تنفذ بالوكالة ما تمليه القوى الغربية، تجنبا لسقوط قتلى من جنودها ولما يخلفه ذلك من حرج في الداخل شديد. بالذهنية الدموية ذاتها يمارس الاحتلال الإسرائيلي القتل في فلسطين بدم بارد دون ما حسيب أو رقيب مما يسمى المجتمع الدولي، ولا سيما الغرب الذي يقدم نفسه عالما حرا متحضرا نصيرا للإنسان وحقوقه ذرا للرماد في العيون. إنه الغرب المعاصر سليل الاستعمار، إما أن يكون متواطئا أو متفرجا أو يجمع بين الأمرين، كما حصل في لبنان الذي اجتاحه الاحتلال الإسرائيلي مرتكبا مجازر يندى لها جبين الإنسانية، فأرسل جنوده تحت غطاء الأمم المتحدة معينا المجرمين على جرمهم المشهود.